عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة قصة طريفة حكتها دلوعة الشاشة الفنانة المصرية الكبيرة الراحلة شادية لمجلة الكواكب بعددها اليوم 12 من شهر أبريل نيسان عام 1955، وكانت تحت عنوان حضرة العمدة من المعجبين ولحظات ممتعة. ذكرت شادية أن لها مع المعجبين بها قصصا ممتعة طالت فصول إحداها حتى كادت تنتهي نهاية لا تخطر على البال، فقد حمل لها البريد ذات صباح خطابا كتب بخط جيد وبعناية تامة، وفضت الخطاب لتقرأ شيئا يلتهب بالغرام والتوقيع عمدة. وكان العمدة يطلب صورة منها بتوقيعها، وهي مسألة لم تكن تبخل بها. ومضت 3 أيام، وبرجوع البريد كما يقولون وصلها خطاب فيه صورة العمدة وخلفه خفيران مدججان بالسلاح إثباتا للعمودية والمقام السامي وتمثلا بكبير الرحيمية المعروف في الأفلام المصرية. وكان في الخطاب جملة قال فيها العمدة إنه يريدها زوجة له وكان في الخطاب جملة قال فيها العمدة إنه يريدها زوجة له وبالطبع لم تجبه على خطابه وقد انهالت خطاباته عليها. وجاء قطار الرحمة فأقلها مع مجموعة من زملائها الفنانين إلى الصعيد، وعند إحدى البلدان رأت رجلا يرتدي جلبابا فضفاضا من الصوف، وتصفح وجوه الزملاء واستقر نظره عندها، ولفت نظرها إليه زميل كان يقف بجوارها قائلا: الرجل ده بيسأل على الست والدتك. واستدارت لتنظر إليه فوجدته يغادر المكان، وحانت منه التفاتة إلى الخلف ورأت وجهه كان هو حضرة العمدة. وحين انتهى الفنانون من جمع التبرعات في تلك البلدة عادوا إلى القطار، وكانت أمها تنتظرها فيه وقد رأتها ترتجف وتضمها إلى صدرها وتقبلها كما لو كانت مفقودا عاد بعد سنين. قالت لها: إيه الحكاية؟ إيه العواطف دي؟ فقالت لها: العمدة يا شادية جاهنة طلب إيدك، وقلت له بنتي مش عاوزة تتجوز، فبصلي بغدر وقال لي طيب لو كان معها رجالة يبقوا يطلعوا بها من الصعيد. أضافت شادية بأنها في الحقيقة خشيت أن يحدث لها مكروه على يديه، خشيت أن يلاحق القطار حتى ينفذ وعيده، وصارت لا تفترق عن زملائها مطلقا. وفي اليوم التالي وجدت خطابا من حضرة العمدة قال فيه إنه لم يجدها مستحقة رصاصة من بندقيته أو بندقية أحد أتباعه، لأنها لم تكن عند حسن ظنه ولم تحبه كما أحبها وأخلص الحب، وهو على سبيل الانتقام منها قد تزوج امرأة رابعة ليكمل ما تبقى من نصف دينه. تغمد الله فنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع قصة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.